أعزائي من الجهة الغربية لبحيرة طبرية، أريد أن أتحدث عن معجزات المسيح. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن معجزات القوات، معجزات عظيمة ومعجزات متميزة ومعجزات لم يفعلها سوى المسيح يسوع، له كل المجد. هذه المعجزات حدثت في منطقة الجليل وحول بحيرة طبرية. في قانا الجليل حول الماء إلى خمر، وهنا في بحيرة طبرية هدأ العواصف. وكما ترى من خلال الشاشة أنا موجود على مرتفع فوق بحيرة طبرية، الهواء شديد يصطدم بالبحيرة فتسبب الرياح والعواصف الهوجاء. مشى على الماء وأمر التلاميذ أن يذهبوا إلى العمق واصطادوا السمك الكثير، بل أشبع الآلاف. كل المعجزات بتدل على قوة وقدرة المسيح. حدثت حول هذه البحيرة كثير من هذه المعجزات. بحيرة طبرية لها ذكريات جميلة. اسم بحيرة طبرية نسبة إلى تيباريوس قيصر بتاع روما اللي بناها هيرودس أنتيباس ابنه لهيرودس الكبير في سنة 16 ميلادي. تسمى أيضا بحيرة الجليل لأنها عبارة عن دائرة حولها كان 9 مدن و200 قرية. تسمى أيضا بحيرة جنسرات، وأحب أن أسميها بحيرة يسوع، والاسم المعروف في هذه البلاد بحيرة كنيرت، أي تشبه الكنار، الآلة الموسيقية. أريد أن أتحدث عن معجزات المسيح، ابقوا معنا سأعود بعد قليل. موجودين على ضفاف بحيرة طبرية مع مجموعة شباب وشابات من الكنائس في منطقة الجليل. معنا الأخت إيمان والأخ مجد، الأخت حنين، مريم، إيهاب، وكمان مجد. وإحنا في زيارة في بعض المواقع الكتابية وحديثنا عن معجزات المسيح. اخترت المكان المناسب لأنه هذا المكان بحدثنا عن معجزات المسيح، عن حياة المسيح، عن تعاليم المسيح. كل ما حول هذه البحيرة يذكرنا عن شخصية المسيح. طبعاً إذا بتتفرج وراي حتى في قارب يشبه قارب اللي كان في أيام المسيح، لكن هذا القارب هو قارب سياحي وتعتبر هذه المنطقة منطقة سياحية. اسم بحيرة طبرية كما يسميها الكتاب المقدس هي اسم سماها هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير، بنى مدينة طبرية اللي هي موجودة خلفي تخليداً وتكريماً لطيباريوس قيصر سنة 16 ميلادي. لكن واحدة من الأسماء المذكورة في الكتاب أو أسماء كثيرة مذكورة منها بحيرة الجليل أو جليل مثل ما بنعرف، تعني دائرة. ليش دائرة؟ لأنه كان في 9 مدن حول بحيرة طبرية وأكثر من 200 قرية. كانت منطقة حافلة بالسكان، وإحنا بنعرف هاي البلاد مناطق جفاف، حيث يوجد الماء توجد الحياة، فكانت الناس دايماً بتسكن وين في تجمعات المياه. وطبعاً تسمى أيضاً بحيرة كنيرت. إذا كنا في مرتفع معين وشفنا كل البحيرة، كنيرت من كنور أو كنار في العربي، تعني موسيقار، وبتعني أيضاً في نفس الوقت تعني آلة موسيقية، لأنه البحيرة تشبه الآلة الموسيقية. ويقال عندما مثلاً نسمع أو منحس في النسيم العليل كأنه الأشجار بتقدم أصوات موسيقية
ومن زقزقة العصافير ومن النسيم العليل اللي موجود في هذا المكان. تسمى أيضاً بحيرة جنسرات نسبة إلى سهل جنسرات عند المجدل، المكان اللي جاءت منه مريم المجدلية. في الجهة الأخرى على بعد نستطيع أن نرى المنطقة نسبة إلى ميناء جنسار أو الجنسرات، وأنا أحب أسميها بحيرة يسوع. طبعاً هذه البحيرة كل المياه تأتي من جبل حرمون أو جبل الشيخ، بتتجمع نهر الأردن في نهر الأردن اللي بصب في هذه البحيرة. هذه البحيرة هي في غور الأردن أو في الشق السوري الأفريقي. البحيرة بحيرة طبرية هي تحت مستوى سطح البحر 200 متر. طول هذه البحيرة 22 أو 23 كيلومتر وعرضها 12 ل 13 كيلومتر. أعزائي من ضفاف بحيرة طبرية، أواصل حديثي عن معجزات المسيح. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن معجزات القوات. هذه المعجزات كثيرة ومتعددة قوية، إن دلت على شيء بتدل على سمو المسيح، على سلطان المسيح وعلى قدرة المسيح الفائقة. هذه البحيرة الجميلة بتذكرنا في ذكريات كتير كتير حلوة. حول هذه البحيرة صنع المسيح المعجزات وأيضاً علم التعاليم الفريدة. بحيرة طبرية نسميها بحيرة يسوع، عاش أكثر من سنتين في هذه المنطقة. هذه البحيرة هي تقع تحت مستوى البحر الأبيض المتوسط 200 متر، أي في منطقة منخفضة في غور الأردن. جميع مياهها مياه عذبة ويطولها 23 كيلومتر، عرضها 13 كيلومتر. في كل مكان بتذهب حول البحيرة بتشوف مواقع. في هذه الحلقة رح كمان نشوف بعض المواقع السياحية في بعض المناطق، ولا سيما عندما نتحدث عن المعجزات. واحدة من المعجزات القوية معجزة تهدئة العاصفة. إذا بتلاحظوا معنا لما رحنا في الجولة السياحية كنا في منطقة تسمى وادي الحمام بجانب المجدل وين مريم المجدلية جاءت منها. هناك تأتي الرياح الساخنة وبشدة تصطدم بمياه البحيرة الباردة، فطبعاً تثير المياه وبصير في أمواج ثائرة وهائجة في هذا المكان. المسيح طلب من التلاميذ أنه يذهبوا إلى العبر، لكن كما متعارف عليه أنه في دائماً عواصف شديدة في هذا المكان، ومش بس هدأ العواصف، لكن قانون الناموس الطبيعي أو المغناطيس أن الإنسان بيغرق في هذه المياه، لكن رأوا المسيح ماشي على المياه، مشي على المي، هدأ العواصف. هذه المعجزة قوية جدا، بتتعلق في شفائين. أولا تهدئت العواصف الخارجية من رياح وأمواج. قال المسيح للبحر أن يسكت وأن يبكم ويهدأ. والعاصفة الثانية عاصفة اللي في داخل التلاميذ، عاصفة الخوف، عاصفة عدم الإيمان، عاصفة الشك. ولما بطرس شاف يسوع المسيح ماشي على المي قال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. وطبعا مشي بطرس لكنه شك، والرب أنقذه ومشوا على المياه. هذه المعجزة إن دلت على شيء بتدل على قدرة المسيح، لكن المسيح ما كانش يعمل استعراض معين في هذه المعجزة،
أنه فقط يثبت أنه يهدئ العاصفة أو يمشي على الماء، لكن في هذه العواصف أراد أن يظهر سلطانه وجلاله إلى درجة أن التلاميذ تعجب وقال: من هذا؟ إن البحر أيضا والريح يطيعانه، إنه يأمر بسلطان، أو كما يتنبأ الكتاب قديما: الماشي على أعالي البحار، المهدئ عجيج المياه والبحار. إنه يسوع القادر على كل شيء. في هذه اللحظة بتشوف البحيرة هادئة، بعد الظهر يمكن تشوفها متموجة وعاصفة جدا، لكن يمكن أنت في عواصف في حياتك، عواصف شك، عواصف إيمان، عدم الإيمان، وعواصف خوف بتجتاح حياتك. اسمح للمسيح أن يأتي إلى سفينة حياتك، بل يقود حياتك إلى شاطئ الأمان، فهو المهدئ البحار وله القدرة والجلال. ولاحظ أن هذه المعجزة كانت تلقائية، عمل الخاص حتى ينقذ التلاميذ، حتى الله يتمجد، وحتى دائما يشوفوا أن هذا الشخص اللي أمامهن هو شخص غير عادي، لكن له الجلال وله السلطان أيضا. عزيزي، أواصل حديثي بعد قليل. يا امرأة، لقد شفيت للمرة، فلتبصر، إيمانك قد شفاك. يا بنية، قومي. يسوع سيخلصنا. شوفي وجهه أيضا. أيها الشاب، لك أقول قم. معجزة. هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين. واصل حديثي أعزائي من بحيرة طبرية عن معجزات القوات ليسوع المسيح. مشى المسيح على هذه المياه وهدأ العواصف، لكن في معجزات قوات حدثت أيضا في هذه البحيرة أو عند هذه البحيرة، معجزات صيد السمك. في أحد الأيام حاول التلاميذ أنه يصطادوا السمك الكثير، فجاء يسوع عندما كان يعز عند البحيرة، طلب من بطرس والتلاميذ: ادخلوا إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. أجاب بطرس وقال: يا سيد، قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما دخلوا وألقوا الشباك اصطادوا صيد كثير أو سمك كثير، وابتدأت الشباك تتخرق، وكانت المعجزة عظيمة جدا، ملأوا سفينتين كاملتين. لكن مثل ما ذكرت، في كل معجزة في غرض. بطرس أدرك أنه محتاج وأنه إنسان خاطئ أمام قداسة المسيح، قال ليسوع المسيح: يا رب، أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. أجاب يسوع وقال: من الآن تصطاد الناس. وبالفعل هذه دعوة الرسول بطرس من صيد السمك إلى صيد النفوس، فقد رأوا المعجزة بأم عينهم، وقد رأوا قدرة المسيح، وقد رأوا حتى سمك البحر بطيع المسيح ويأتي ويقفز داخل الشبكة. وهناك اختبروا حضور المسيح، اختبروا سلطان المسيح، اختبروا قدرة المسيح، اختبروا نصرة المسيح. حول الفشل إلى نصرة، واستخدم الفشل عتبة لتسلق المجد. نعم، ملأوا سفينتين وجاءوا إلى الشاطئ، تركوا كل شيء وتبعوا يسوع المسيح، لأنه في المسيح في الكفاية، في الهداية والحماية والرعاية أيضا. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدأ، جمعا غفيرا أشفع. يا صاحب القلب الذي
أسر القلوب بحبه. أما المعجزة الثانية، معجزة صيد السمك، حدثت من الجهة الشمالية لهذه البحيرة عند كنيسة الرعاية لمار بطرس. رح نشوف أيضا بعض المناطق السياحية ونتكلم عنها من هناك. لكن ظهر المسيح لتلاميذه السبعة. بطرس لما كان ينتظر المسيح قال للتلاميذ أنا ذاهب لأتصيد، وذهبوا مع بطرس حتى يتصيدوا. لكن بعد عناء كان في فشل ذريع، ما اصطادوا ولا سمكة. لكن لما رجعوا يوحنا شاف الرب، قال هو الرب. وطبعا الرب يسوع اتكلم مع التلاميذ أن يلقوا الشبكة، وهناك اصطادوا 153 سمكة. ورح نحكي عن هذا الموضوع في مكان آخر، عن 153 سمكة لإيش بيرمزوا. لكن الشيء الجميل في هذه المعجزة أنهم عندما خرجوا من الماء رأوا المسيح يقدم لهم سمك مشوي، وأراد أنه التلاميذ يدركوا أنه هن كمان مش فشلانين. قال قدموا ما عندكم، يعني حسسهن بالقوة وبالنجاح أنه هن عملوا شيء. يسوع هو الذي يسدد كل احتياج في هذه المعجزة. يسوع القادر على كل شيء، قدرته عظيمة جدا. وفي هذا المكان أيضا مثل ما ذكرت في إنجيل يوحنا دائما بيتكلم عن المعجزة كآية. أراد أن يعلم بطرس. بطرس قبلا أنكر المسيح 3 مرات وبكى بكاء مر، وكان يمكن بمر في ظروف صعبة. من أجل هذا كان يحتاج إلى ظهور خاص وإلى معاملة خاصة عند بحيرة طبرية. أنكر بطرس المسيح عند النار، لكن عند النار بطرس تقابل مع المسيح ورد المسيح اعتبار بطرس ودعوته الأصلية. من زمان، من 3 سنين قال له من الآن تصطاد ناس، لكن في هذه المرة وجه المسيح سؤال لبطرس في آية 15 من إنجيل يوحنا الإصحاح 21: أتحبني يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب وقال أنت تعلم إني أحبك. قال له ارعى خرافي. لاحظ في هاي المرة طلب منه أولا تكريسه، محبته المضحية، وتلقائيا الشخص اللي بحب الرب يسوع أكيد رح يخدم الرب. ورد المسيح اعتبار الرسول بطرس وأصبح بطل المسيحية، بل مقدام المسيحية، وقدم نفسه شهيد حتى يوصل البشارة إلى كل أنحاء الأرض. نعم، معجزات المسيح معجزات قوية جدا. تخيلوا معي يسوع مشي فوق هذه المياه، معجزة، وطلب من بطرس كمان يمشي على المي، وعمل عدة معجزات، هدأ العواصف في هذا المكان. مرة كان موجود في السفينة، كان نايم بالسفينة والتلاميذ زعلوا: يا رب أما تبالي، يعني أما يهمك أمرنا؟ فيسوع كان معهن، هو قبطان السفينة، يعني هو قائد بل رائد السفينة. لكن التلاميذ كانوا خايفين، فأيقظوا يسوع المسيح وطلب أو أمر البحر أن يهدأ وأن يبكم. والمعجزة الأخرى كانت في الهزيع الرابع في الليل، حدثت عاصفة شديدة جدا، والتلاميذ كانوا يجدفوا ويحاولوا بكل جهدهم ووصلوا إلى حالة يعني المراحل الأخيرة. يسوع المسيح أجا ماشي على المي، وطبعا ظنوه شبح في البداية، لكن
بطرس قال إذا كنت أنت مرني أن آتي إليك، فطلب من بطرس وبطرس مشي على المي. لكن بطرس لما شاف الأمواج الهائجة فشك على ما يبدو أو خاف وابتدى يغرق، لكن لما طلب من الرب أنه ينقذه الرب أنقذه ومشي اثنين على المي ورجعوا إلى السفينة. بطلع على المي لما بشوف الأمواج، الرب بيعطينا نعمة أنه نسير فوق أمواج الحياة. مهما كانت الأمواج شديدة، أمواج الحياة شديدة، الرب بيعطينا نعمة أنه نتسلق أعالي الجبال أو نسير فوق أمواج الحياة. بيعطينا النعمة أنه نتحمل، بيعطينا القوة أنه والطاقة أنه نقدر نقوم بكل شيء. واحد من الآيات المحببة لإلي، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أعزائي، أواصل حديثي من بحيرة طبرية عن معجزات القوات، معجزات يسوع المسيح. شفنا أن المسيح هدأ العواصف على بحيرة طبرية، مشى على الماء، رأينا أنه صنع معجزتين صيد سمك، ومكان ليس بعيد من هذا المكان صنع معجزة عظيمة جدا من سمكتين وخمسة أرغفة أشبع آلاف كثيرة وفضل 12 قفة. يعني يخلق، أو مش بس بيخلق، بيستخدم حتى الأشياء الصغيرة، بيستخدم سمكة، بيستخدم خبزة حتى يصنع ويظهر قدرة فائقة وعظيمة جدا. في القدس خلق عينان لشخص مولود أعمى، أقام المفلوجين، شفى المصروعين والمجانين، كان يأمر الأرواح الشريرة النجسة بكلمة. هذه قوات يسوع المسيح، له كل المجد. واحدة من المعجزات القوية في منطقة ليست بعيدة عن هذا المكان، قانا الجليل، كان في عرس، كان في احتفال ونفذ الخمر، وهناك صنع المسيح معجزة عظيمة جدا، صب المياه في أجران وقال استقوا فتحول الماء إلى خمر. من يستطيع أن يفعل هذا الأمر؟ فإذا منشوف في يسوع أنه فيه الحياة، وأنه الخالق، وأنه القادر على كل شيء، وحتى من شفائه للمفلوج أنه قادر أن يغفر الخطية، لأنه إله الجلال وله السلطان وله القدرة. وكل هذه الأمور فعلها بشيء تلقائي طبيعي كأعمال يومية بدون أي تكليف أو تصنع أو أي شيء. وكانت كل المعجزات لغرض أنه الله يتمجد، إنه تكون علامة وآية للناس إنه تشوف. يمكن أنت في معك إشي صغير، لكن الله ممكن يحوله ويباركه ويكثره في حياتك. بيتطلب إيمان، بيتطلب ثقة في شخص يسوع المسيح، يسوع اللي صنع المعجزات قديما. وهذه البحيرة تشهد لمعجزات المسيح، هو نفس الشخص، لم يتغير، ما زال قادر أن يصنع معجزات خارقة، ولربما تبدو مستعصى، قادر أن يحول القلب الأسود إلى أبيض، من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. إنه القادر على كل شيء. وجموع جاءت تسمعك، تتعلم من حكمة فاك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك. ساعات عبرت والجمع آلاف احتشدت، قد
قد جاعوا والخبز قليل والسمك غلاما يشبع بالكاد غلاما يشبع بالكاد فنظرت في حب لهم أشبعت جوع جسدهم يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. يا امرأة لقد شفيت للمرض فلتبصر إيمانك قد شفاك يا بنية قومي. يسوع سيحرمنا. أيها الشاب لك أقول قم معجزة. هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين.